أهلا وسهلا إخواني أخواتي متابعين القناة، حياكم الله في فيديو جديد. وصفة حلوة مفيدة لالتهاب اللثة وللالتهابات والحكة الموجودة في الجهاز التناسلي سواء عند الرجال أو عند النساء. أختي الكريمة، إذا كان عندك رائحة أو حكة في الجهاز التناسلي أو في المهبل، أو كان عزك الله عندك حرقان في البول سواء كانت سيدة أو رجال، أو أطفال عندهم التهابات على الشفايف كده، نلاقي على اللسان التهابات زي الحبوب، وهذا كلها سهلة وبسيطة في هذه الوصفة. وصفة اليوم بأوراق الزيتون. أوراق الزيتون نجيب الأوراق ننظفها نغسلها كويس ونجففها. وقبل ما أقول الوصفة، لا تنسوا تدعموني وتشجعوني عشان يتوسع الفيديو أكثر، بس باللايكات، سووا لي لايك للفيديوهات عشان تنتشر أكثر. المهم، بعد ما نجفف الأوراق نطحنها كلها لين تصير باودر. باودر راح يكون خفيف زي الصوف. نأخذ ملعقة صغيرة اللي بنحل بها الكوفي، ملعقة صغيرة نحطها على كأس مليانة كبيرة من الماء المغلية. كأس الماء المغلي لما يبرد شوي نشرب شوية من الماء، نشرب الماء والباقي من الماء نغسل به من تحت. إذا كان المشكل في الفم نمضمض في الفم، نمضمض بالماء بس ونشرب كمان. إذا كان المشكل في الجهاز التناسلي نغسل به يوميا، في يومين أو 24 ساعة على الأقل يختفي نهائيا نهائيا هذا المشكل. ما يصير عندكم لا ريحة ولا حرقة في البول ولا حكة ولا حبوب ولا التهابات ولا أي شيء. حتى في الفم تروح كل الالتهابات، تعالج اللثة، تصير ريحة الفم عطرة. ورح تدعولي ويعجبكم الفيديو، سهل وبسيط فقط بأوراق الزيتون، بس الطريقة اللي أنا قلت لكم عليها تكون أقوى، أحسن من حط الأوراق لحالها ونغليها أو نحطها في الموية الحار، لازم نطحنها. لا تنسوا تشجعوني، حياكم الله، وإن شاء الله أشوفكم بفيديو جديد قريبا، فائدة جديدة بإذن الله. أحبكم في الله، مع السلامة.